حياكم الله زملائي في الاستديو وصبحكم الله بالخير مشاهدينا متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم ويانا في فقره وجوله جديده واشراقه جديده من صباح الشارقه. طبعا اليوم عندنا جوله في سوق الجبيل، بنتعرف وياكم ان شاء الله على اسعار السمك اليوم اللي متوفر عندنا في السوق. ما شاء الله اليوم السمك يعني بكميات ما شاء الله كبيره، عندنا الهوامير، عندنا الشعري، عندنا السمان، هنا السمان الاسود، عندنا سلطان الهديه، وعندنا ما شاء الله هنا عندنا الصافي، وعندنا التقوى، وعندنا الفسكره، وعندنا نويبي عندنا هنا، وعندنا حبات الجد هنا الصغيره، وعندنا الخباط، وعندنا الجش صال. خلينا نتعرف وياكم بدايه من عند الهوامير. طبعا الناس اكثر شيء تجي يوم تسال عن الهامور، الهامور اليوم نشوفه كم واصل. السلام عليكم. كلا عليكم السلام. كيف حالك بيه؟ الحمد لله. الهامور اليوم كم واصل؟ يوم 40 ابوي. 40 درهم. 40 درهم. 40 كان على 60، اليوم واصل على 40 درهم الهامور. والشعري كم؟ الشعري 25. 25. 25 الشعري ثابت سعره، 25 درهم ما تغير سعره. عندنا هني السمان كم؟ سمان 25. 25 بعد. السمان كان على 30، اليوم على 25. الكوفر كم؟ كوفر 20. 20 بعد. كوفر من 25 الى 20. الفسكره كم اليوم؟ فسكره كيلو 20. خمس كم؟ 20 20 20 بعد، ما شاء الله زين. كله رخيص. 30 اليوم رخيص. رخيص قولوا. اليوم ما شاء الله مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون اسعار جدا نازله. عندنا الهامور من 40، الشعري 25، السمان بعد على 20 درهم، والفسكره على 20. هني التقوى كم؟ 25. 25. التقوى على 25 كان على 30، وعندنا نويبي 15. على كم نويبي اليوم؟ 15 يوم. 15 15 اليوم النويبي، من زمان ما شفناه في السوق، بعد اليوم متوفر على 15 درهم النويبي. وعندنا هني الجش صال وجش تيتي. الجش صال على كم؟ 25. 25 اليوم ما شاء كله رخيص، كله رخيص، كله رخيص. 25 هذا رخيص. 25. 25 بعد. الخباط كم؟ خباط 30. 30. والجش هناك على كم؟ جش كيلو 20. 20 كيلو ب 20. كيلو ب 20، ما شاء الله ما شاء الله. اليوم الاسعار جدا مناسبه. نشوف وياكم بعد مشاهدينا الكرام، بننتقل وياكم على دتش ثاني. هنا عندنا بنشوف من زمان ما سمنا الانغاره هنا. السلام عليكم. كيف حالك بيه؟ الحمد لله. في الاخبار؟ النغاره على كم اليوم؟ نغاره كيلو 20 درهم. كيلو ب 20؟ ايه كيلو ب 20 نغر. والحلوه على كم؟ 2 كيلو قرش قرب. حلوه على كم؟ حلوه كيلو 27. كم؟ 27. 27. ايه 27. يعطيك العافيه. مثل ما تشوفون ويانا هنا عندنا ما شاء الله النغارة واصلة على 20 درهم، كان على 25 اليوم على 20. بننتقل وياكم على الدتش الثاني مشاهدينا الكرام. هنا عندنا ربيان، عندنا ربيان. كم ربيان اليوم؟ 25 كيلو. 25. 25 عندنا ربيان اليوم واصل على 25. ها مال المزارع هذا؟ هذا مزارع. مال المزارع. والعومان كم؟ هذا 3 درهم. 3 دراهم. 3 درهم. 3 3 دراهم اليوم واصل كان على 5. وهناك شو عندك بعد؟ سلطان ابراهيم 25 كيلو. كم؟ 25 كيلو. 25 25 كيلو. والقابض كم واصل؟ هذا 10 درهم كيلو. 10 درهم كيلو. 10 درهم كيلو. ربي عفوا الباقي بكم؟ هذا؟ لا هذا 25. 25 ودي فوق شوي، شنو فوق شوي؟ على 25 درهم اليوم الباقيب، على 25. امسات على 40 30، اليوم على 25 درهم. مشاهدينا مثل ما شفتوا ويانا ما شاء الله الدتشات متوفره فيها جميع انواع الاسماك ما شاء الله موسميه، والاسعار جدا رخيصه، تراوح بين الهامور واصل ب 40، باقي السمك على 25. بشوف هني عندنا البلطي المصري هنا، البلطي على كم؟ 8 درهم كيلو. 8 دراهم. 8 دراهم. 8 دراهم البلطي اليوم عندنا. وهني القابط على كم؟ القابط على 10 دراهم. 10 10 10 درهم. 10 درهم. وموسى كم واصل اليوم؟ موسى 20. 20 20 درهم. وهذا شو من النهر هذا ماي حلو؟ هذا بارل 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 بارل. على كم بعد هنا؟ هذا 22. 22 هذا كيلو. 22 طبعا نوع من انواع السمك الاسماك الماي الحلو طبعا على 22. ربيان قلنا كم؟ 20 ولا 25؟ 25 25. النغاره؟ نغره 20 درهم. 20 درهم. 20 درهم. يعطيك العافيه. مشاهدينا متابعينا الكرام مثل ما شفتوا ويانا اليوم جولتنا كانت من قسم الاسماك في سوق الجبيل، الاسعار جدا نازله ورخيصه صراحه، والله انا اليوم السوق رخيص والاسعار جدا طيبه والجميع انواع الاسماك متوفره. يعطيكم العافيه، بصير ياكم قسم ثاني من السوق. خلكم ويانا.
مستمر وياكم مشاهدينا الكرام من قسم اخر من سوق الجبيل، طبعا قسم اللحوم والدواجن. مثل ما عودناكم دائما نتعرف على انواع اللحوم واسعارها الموجوده هنا. بتعرف وياكم على الاستاذ احمد من المصريه لتجاره اللحوم. استاذ احمد كيف الحال؟ صبحك الله بالخير. شو اخبارك حبيبي؟ طيب بس نفتح الثلاجه طويل العمر وتخبرنا عن شو الموجود عندك من المعروض اليوم في المحل. نعم، عندي خروف محلي وعندي خروف نعيمي وعندي خروف استرالي. خروف المحل انا هنا نضيف حلو مذبوح هون واسترالي، بس محلي مذبوح. نعم، في استرالي طياره، في نعيمي. نبدا وياك بالمحلي. الاسعار اليوم كم واصله؟ والله النهارده ببدا ب 30 ان شاء الله. 30 ان شاء الله. 30 والمستورد؟ المستورد 28. 28 ان شاء الله. وهناك اخر ذبيحه شو هذه عندك؟ هذا تيس، هذا تيس هندي. ايه تيس هندي. كم السعر؟ 30. 30 درهم ان شاء الله. 30 28 35 الاسعار اليوم. جزاك الله خير. انزين هنا خبرنا شو عندك. الاسترالي هذا عفوا احمد الطياره اللي هو المستورد، هذا الاسترالي الطياره هنا مستورد. هني كم الاسعار اليوم؟ 28 28 28 استرالي المستورد. طبعا الطيارة اليوم مشاهدينا الكرام على 28 للكيلو، 28 للكيلو. زين احمد خبرنا قدام بعد شو عندك، شو من اللحوم اللي موجوده عندك هنا. نفتح الثلاجه هذه احمد. هني عندك ما شاء الله مجموعه من اللحوم بس في الوان مختلفه. انا اعرف من الالوان الهندي غير والباكستاني غير والاحجام الصغيره طبعا اللي هو العجل الصغير. خبرنا شو عندك. عندي عجل بتيلو صغير اللي هو المحل هي برضه، وعندي مذبوح هون في البديم عجل العين. انزين هذا مذبوح هنا محلي؟ محله. السعر كم احمد؟ السعر 30. 30 درهم للكيلو. هذا من غير العظم؟ لا بدون عظم. انزين واللي هناك اول شيء صيانه اللي هو هذا هذا باكستاني اللي هو مستورد. هذا المستورد. والسعر؟ السعر 27. 27 درهم للكيلو. والكبود هناك كم ما شاء الله سعره؟ هذا كبده المحل بتاع العجل هو بتاع العين. 28 للكيلو. زين بصير ياك قدام شويه. هنا شو بعد احمد عندك؟ هذا هو نفس العجل، هو نفس العجل المحلي. ها نفس العجل المحلي. نفس العجل بس هو دي الظهر بيفرق مثلا، بتعمل بفتيك، بتعمل دي اللي هو الفيليه. ها انت مقطع مخلينا جاهز. السمك كل حاجه لحد عشان تبقى معروف. وحتى اللي هناك هناك احمد؟ هذا بالعظم. هذا بالعظم. هذا باكستاني. السعر كم؟ السعر 20. 20. سعر 20 وهني على هنا 30. 30 وهنا نفس الشيء 30 درهم. نفس الشيء. هو فيش غير الباكستاني 27. الارخص شيء اللي هو مستورد الباكستاني 27. والذبايح اللي معلقنا هناك احمد هذه شو عفوا اللي هناك؟ الذبايح دي الخروف اللي هو المحلي، الخروف الاسترالي. هذا المحلي اللي هو هذا المحلي. هذا المحلي. هذا قلنا سعره اللي هو 35 درهم. 35 درهم. والاسترالي الطياره اللي هو 28. تعمل خصومات للزباين مثلا بي واحد بيشتري ذبيحه كامله الحين هاي كم كيلو ما شاء الله يمكن؟ يعني تعملها مثلا 15 كيلو 15 كم تحسب لي للزبون؟ عادي ممكن تقف مثلا ب 27 ب 28 طلب. تعمل له خصم اذا كامله. اكيد. الله يعطيك العافيه. شكرا استاذ احمد ما قصرت. مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا وياي اليوم اسعار اللحوم شبه يعني ثابته، لكن في اشياء بعد رخيصه شويه. يعطيكم العافية. خلونا نسير وياكم بعد قسم ثاني من السوق ونكمل جولتنا وفقرتنا وياكم. حياكم. مستمر جولتنا وياكم مشاهدينا متابعينا الكرام. حاليا أنا متواجد في ركن أو قسم الخضار والفواكه طبعا من سوق الجبيل. بنتعرف وياكم هنا اليوم على اسعار الفواكه والخضراء، بنشوف شو عندنا الفواكه الموسميه. السلام عليك. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شو اسمك انت؟ عمر راشد. محمد؟ راشد. محمد راشد، كيف حالك محمد؟ الحمد لله. الله يخليك. محمد خبرنا اليوم شو عندك ما شاء الله اليح بانواعه وعندك البطيخ، خبرنا شو الاسعار اليوم؟ يا بند عماني. عماني؟ كيلو درهمين ونص اليوم. درهمين ونص، درهمين ونص. هذا ما تغير سعره من اربع خمس شهور، اللي نزل نص درهم واليوم على درهمين ونص ثابت. أيوه. السعر. انزين. أيوه. والشمام عندك؟ شمام كيلو خمس. كيلو خمس. عماني مال عمان؟ ايوه. شيء هندي عندك بعد؟ هندي في بعد. هندي بس. واحد الهندي؟ هذا هندي. هذا الهندي. على كم الكيلو؟ خمس. خمس. والمن عمان؟ عمان سم خمس. على خمس. انزين تعال قدام خبرنا شو عندك بعد هنا؟ بومالي في، بابايا في، فارولا، مانجوستين. انزين خبرنا شو الاسعار. باباي والفارولا. بابايا كيلو 9 درهم. 9 درهم من سيلانكا من الطياره بعد. انزين والباينابل؟ باينابل 10 درهم. هني وين؟ فيليبين. فيليبين هني. انزين شو بعد عندك انا الفراوله؟ فوق في مانجوستين، كيبي. خبرني شو الاسعار كل واحد كم سعر؟ فوق مال استراليا كيلو 15. كيلو 15. كيبي مال نيوزيلندا في ايطاليا، في ايطاليا 10 درهم، نيوزيلندا 15 درهم. 15. ورمستان؟
رمبوتان 12 منغوستين 15 15 والموز اليوم كم واصل موز سكيتة؟ سكيتة 4 درهم 4 درهم ونازل سعر كان 6 درهم اليوم 4 درهم اول شيء قال لنا شيء نزل السعر انزين هنا عندنا الكرز ما شاء الله ملوين هالكرز كرز من الارجنتينا ارجنتين ما شاء الله كبار شوفوا الحبات شوفوا الحبات انا شريت بدي عسل ينبان على كم الكيلو؟ هذا كيلو 50 كيلو ب50 كيلو ب50 الكرز هذا الارجنتيني ما شاء الله الحبات كبيره انزين تعال قدام هنا عندك تفاح ما شاء الله عندك مجموعه من المانجا ها من وين كله؟ مانجا من استراليا كينيا افريقيا افريقيا انزين عطني الاسعار استراليا 18 كيلو 18 كينيا 10 درهم كينيا 10 درهم بعد افريقيا 13 12 درهم 13 12 درهم وشريفه كم؟ شريفه كرتون 30 هندي الهند هذا أيوه. حب عود والباقيين أيوه. صغار أيوه. هذا الكرتون على كم 30 أيوه. 30 ترى الشريف وايد فيه فوايد مشاهدينا الكرام جدا جدا طيبه بعد أيوه. زين وشو عندك هناك التفاح الاخضر العنب ملوين هذا انا من افريقيا لبناني هذا افريقيا هذا لبناني أيوه. كم الاسعار افريقيا كيلو 13 لبناني 10 10 10 10 أيوه. يعطيك العافيه محمد مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا ويانا اليوم اسعار الفواكه عند بس اغلى شيء عنده المانجا لانه طبعا مستورد وموسم المانجا على فكره انه خلص بنشوف وياكم هني بعد قسم الخضار تعال بيه كيف حالك؟ شو اخبارك طيب؟ شو اسمك انت؟ واصف واصف؟ واصف كيف حالك واصف؟ الحمد لله واصف خبرني اليوم عندك ما شاء الله خضره هنا على كم الخس الفجل وعندك هناك شو بعد بصل وطماط خبرني كم الخس اللي واصل اليوم؟ خس كيلو 5 درهم 5 درهم واصل؟ أيوه. 5 درهم كان أيوه. على 6 درهم اليوم على خمس دراهم على خمس دراهم ورقيات هذا كله درهم 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 هذا دوم السعر ثابت هنا شو هذا عندك فجل هذا ولا شو هذا اسمه كيرم كيرم ايه هذا ملوين هذا مال عماني عماني هذا شو سلطه صالونه 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 ايه. على كم هنا بعد هذا كيلو 6 درهم 6 دراهم الكيلو 6 ايه. دراهم الكيلو عندنا هني تعال نشوف وياك الطماط عندك وايد طماط ملوين الطماط هذا منوع طماطم الروماني في محلي في هذاك محلي؟ اي نعم محلي كم واصل؟ هذا كيلو 4 دراهم كيلو 4 دراهم مشاهدينا الكرام هذا طبعا الطماطم المحلي هذا مزارع العين صح؟ راس خيمه راس خيمه ما راس خيمه ما شاء الله الحين بعد قامين الطماطم المحلي الكيلو على 4 دراهم وهنا الكيلو كم؟ 3 دراهم ملوين هذا؟ مال عماني مال عمان مال عمان هنا السحاره هنا موجودات عندنا الطماط الكيلو على 3 دراهم عندنا الخيار على كم واصل؟ خيار كيلو 4 درهم 4 درهم خيار اورجانيكا ولا مو اورجانيكا زين خبرني هنا عندك الملفوف ملفوف كيلو 3 درهم خمس كم 3 درهم 3 درهم 3 درهم الملفوف وعندنا البوبر كم واصل بوبر كيلو 3 ونص 3 3 ونص 3 ونص هذا شو عندك فندال ولا بطاطا حلوه هاي شو هذا بفندال فندال ها من وين هذا مال عماني مال عمان على كم هذا كيلو 8 درهم 8 درهم وهذا كيلو مصري ها مصري 8 دراهم من عمان وعندنا فندال مصري على هذا 6 دراهم 6 دراهم والفجل لا شمندر شمندر كم؟ شمندر كيلو 5 دراهم 5 دراهم يعطيك العافيه ما قصرت مشاهدينا متابعينا الكرام ان شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا ويانا من جولتنا الشامله اللي كانت في سوق الجبيل بديناها وياكم طبعا من قسم الاسماك ثم اللحوم ثم نهايه الخضره يعطيكم العافيه نشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانيه حياكم الله ونرجع للاستديو